أعرب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عن شكره وترحيبه بالرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد لحضوره حفل تخرج طلبة الكلية العسكرية. جاء ذلك خلال حفل تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية والكلية العسكرية بالقيادة الاستراتيجية في العاصمة الإدارية الجديدة. الرحمن الرحيم. أخي الحبيب والصديق الحبيب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية الشقيقة، اسمح لي أن أنا أرحب بيك وبالوفد المرافق ليك، واسمح لي أن أنا أشكرك على أنك أصريت أنك تكون موجود معنا النهاردة. أنا عارف المشاغل الكتيرة اللي موجودة لفخامتك، ولكن وجودك معنا شرف كبير قوي لينا وحاجة دايما تسعدنا، فاسمح لي كل الشكر ليك يا شيخ محمد، متشكر جدا على وجودك معانا وربنا يحفظك. ربنا يحفظك ويحفظ بلادنا من كل شر وسوء، ودايما دايما مع بعض في الخير ان شاء الله.